حطوه كما في الديوانة، فهمتي؟ في 50 سنة في ألمانيا نجي ما فماش مرة ما هبطش بالكهرباء، فهمتي؟ ما أخذوش مني حاجة. يعني نحكيو على رشوة لهنا؟ برشوة نهار بل كان على الأقل لك الحمال يبعثوه هاي برخوض وهو يعطي نسمع توله ديريكت يكلموك. أفرح أما أفرح بيا المرة هذه قال لي أفرح بيا. تفرح بيهم أنت ولا؟ ما نفرحش. زين كلمة نقولها ولا زاد تعرفي يزيد هو يكبس عليا كي نقولها من قابس ولا ولدي راه مازالت لي مسافة كبيرة راه 5 سوايع وقتها هو نشد الصحيح. مادام من قابس. وجماعة الجنوب ما هو يقول لك كرماء ضيعته والله. انت ما تستجيبش انك وتدفع له الرشوه، كيفاش يصرفوا معك؟ يقول لك اوقد غالي. يعني تم تعطيلات يعطلوا فيك اوقد غالي طن 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 رجلك. والله يا سيدي دبوزه نسكافيه صغيره مع فيها هز وهزها فهمتي؟ شنو؟ والله ما فهمش مره سيدي ما خداش حاجه الا غير ساعات من زوج نعطي. يعني ساعات تلقى روحك مضطر انك تدفع رشوه؟ مضطر. اي سيدي فما مره هذه وعند الحق فيها يمكن وما عنداش. عندي ولد تاعي صور في ليسات العيد. حطهم لي في الكهرباء وما فقتش بهم. 600,000. الديوان يخلي عندكش. حق ما عنديش. تركيفاش على الزهر الخاص. يعني الديوان يطلب منك فلوس هك؟ لا اسالني عندك فلوس تونسيه. قلت ما عنديش خاطر ما عنديش الولد حطهم. كي لقاهم تعرفش خليش نعمل لك نحملهم 300 قال لي نقسموهم. خذاه هو 300 وقال لي اسمع حط في جيبك وتعدى. مضطر باش نسكن على خاطر عند الحق يشكي يعمل لي محضر وبرا عادش يحلها. فهمتي؟ هذا بلا غير البارفان يلقى دبوز. والله يا سيدي شوكولاته قلت والله الشوكولاته راني شوماج الشوكولاته هذه معينه العباد معي. قال لي لا انا ايش بيك تفرحش بيك والله يهز. راوش باش نحكي لك يعني 50 عام وانت تعيش في الممارسه هذه باش تقضي ديما هيك. واحد برك الله يرحم والدي راجل كبير شاب عندي حويجات لازم ندفع عليهم قال لي ولادي هذا باش تدفع عليه. قلت له حاضر. لا طبق القانون ما قال ليش هات ولا خذا القانون تاع هذا الديوانة. قلت لك 50 سنة نمشي ونجي ما فماش مرة أما أفرح بيا ولا ينحلها لك الحاجة. خذي من المجمع أخرين زوز بكوات دخان فهمتي خليها هاي تنخذ راهو حتى حنا راهو مشكلتنا حتى حنا راهو كي نبدو مغسولين بق زوز كراتش دخان. قال لي اسمع هاني ما نشوفكش وهذوما اخرج بيهم لبرا وهذا نخرج نستناك لبرا عطيهم لي برا. ايوا عملت هكاك؟ عملت شنو نعمل؟ مش اللي انا راهو اسالي تونس الكل هيك مقصور تو كيف نمشي نروح القابس وربي يعلم جاي من المانيا في 2000 كيلومتر الحصيل ملي نوصلوا ايطاليا نبدو نبرو ضربنا الكورون من المانيا سويسرا نمشي للنمسا ايطاليا والله لا يكلمك حتى الديوانه ما فماش. انت ترك في البطو تبدي تفبري وحدك فرش عادك فرش المعول بري الديوانه وتفرجي فرشي السلعه كلها. والله شو نقول لك والله سرقوا لي منها مش عارف شكون شو نقول لك ما نقولكش الديواني والله سرقوا. كي روحت للدارجه شفتها وهذا ناقص هذا ناقص أم شكون هزه الله اعلم انا ما شفتش بعيني. قلت لك فرنسا المانيا كلهم يكلموا ما يوقفوكش ما فماش حتى الديوان الحصيله. في سويسرا يبدا يشوف فيك عاد الا كي احنا ناخذوا البطو بدون الناس كلها مساكن يرعشوا. يلزم قيس سعيد يشوف الديوان اش حكايتها. هذا رو وقت الزين مشاو وتخلوا وطلوا وقداش رئيس نفس الضربه جوناس ضربه ناس صغار ما علموهمش ما قروهمش كيفاش يتعاملوا مع المواطن ما يدروش عليه يحسن يكركر في الوسط والباطن. يا ودي راهو حتى احنا تعبير
مكثرتهم شوماج فهمتي، ولا اللي يخدموا في الخدمة الله لا والله لا يوريه، يجي هنا جايب طري بليسات معاه كان يلقوا ناس سهولة. هيك مش كده، نقول لك حاجة أخرى، لا ما حاجة أخرى عن تونس هنا. مشيت باش نعمل كل شيء في جربة، تعرف قد السنة البطاح باش تاخذ البطاح 4 سوايع، هذا زاد يلزمك تمشي تشوفي الصف بتاع الكراهب 4 سوايع، عندهم 6 بطاحات يخدموا زوج ساعات 3، والله توقفي قلت لك من 2 ل4 سوايع باش تمشي الجربة، معناتها يكرهوك باش تمشي الجربة، وإلا بالعاني يحبوك تشمي تشدي 2 جرزيز، واحد من 2، وهيك الشمس تضرب فيهم، ولادات الصغار راكبين بالكهرباء ربي يعلم بيهم. يا خويا ما هو عملوا سقسي قيس يعني تبدا فرحان تستنى وقتاش تروح لبلادك. ف لا والله شوفي راهو والله مكثورتهم كلهم ماذا بيهم ما عادش يروحوا، لكن الا غالب الحب للبلاد. ما نمشي لاسبانيا انا 100 اورو 100 اورو تعملي جو وراسك مرفوع لفوق، تجي لتونس خاطر عندك والديك عندك اخواتك عندك بس. هيك هيك مشكله تونس هيك علاش نجوها احنا، وهاو يكرهونا فيها من الديوانه وانت ماشي، والله يكرهونا فيها وربي يعملنا الدين.